بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقول اخر اسعار لثلاجات تورنيدو العربي بالعروض بتاعتها، احجام 14 و16 و18 قدم. طبعا التركي من تورنيدو ما بقاش يجي، بقى ناقص في السوق، تمام. فنادرا ما هتلاقيه، حتى لو هتلاقيه انا هحط لك قائمه الاسعار او اسعار الليسته بتاعته على التليجرام، على قناه التليجرام. هتلاقي قناه التليجرام في الوصف بتاع القناه، قناه التليجرام، تمام. بس يا ريت قبل ما نبتدي يا جماعه، اول حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الله لا اله الا الله. وفي طلب يعني صغير، في زرار تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك، ده مش هيضرك في حاجه خالص. اشترك بس في القناه بتاعت عشان القناه بتاعتنا تكبر، حتى لو تشترك دلوقتي وتلغي الاشتراك بعد كده. احنا نفسنا بقى لنا 3 سنين عايزين نوصل بس ل 100,000، 100,000 مشترك، مش عارفين نوصل لها. وانت تتفرج كده والله بصبعك الصغير، يعني ضغطه كده، بس ضغطه اكنك بتدوس اعجاب يعني على زرار الاشتراك بس. شكرا على كده. بص يا جماعه، دي ثلاجات تورنيدو عربي. بص، ادي 16 وادي 2 18 وادي 1 14، تمام. هقول لكم اسعارها دلوقتي ونفتحها ونشوفها من جوه. نخش كده بطاقه الكفاءه الاول. طبعا ثلاجات تورنيدو نون فروست كلها بتكون بضمان العربي. العربي واخد توكيلات التوشيبا، واخد توكيل تورنيدو، واخد توكيل شارب، تمام. دي ثلاجات نون فروست بتبرد بالبخار، ما بتعملش تلج. الماركه تورنيدو، الموديل 48 تي، 386 لتر، استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 41 كيلو. فيها فلتر نانو ديدرايزر اي جي بلس، اللي هو بينقي الاكل من الروائح، بينقي الاكل من الروائح او الثلاجه من جوه من الروائح. المقبض بتاعه بيكون مقبض خارجي اهو، زي ما انتم شايفين ده مقبض خارجي. الثلاجه لونها سيلفر، بينزل منها لون اسود وستلس، كذا لون يعني. حتى بص هتلاقي الموديل مكتوب برضو على السعر اهو، 48 تي، لون سيلفر اس ال يعني سيلفر. ثلاجة تورنيدو سيلفر 386 لتر، عاملة 21,670، 21,670. العرض اللي نازل على قيمة الفاتورة هتبقى هيتعمل لك 7% كاش باك، تاخد فلوس في جيبك، أو تاخد هدية بقيمة 10%، بس تاخد هدية بقيمة 10% من قيمة التلاجة أو من قيمة الفاتورة. ده الفريزر بتاعي أهو، حجمه هحاول أجيب لكم العرض كده كويس تشوفوه أهو يا جماعة، يا رب يكون باين أهو الفريزر. طبعا الفريزر هنا ما فيهوش إضاءة، مش شايف في إضاءة. ده الجزء بتاع التلج، عمل التلج نحطه هنا، تمام اهو. طبعا الخامه حلوه، طبعا الملمس بتاعي من الجناب ومن فوق من الجلد الصناعي اهو. دي الكابينه، درج تبريد سريع، ادي رف، ادي التاني، بعد كده درج الخضار، وفي حته كده جوه درج الخضار بلونها ابيض بتفصل الدرج او عشان يتحط هنا مثلا خضار، وناحيه الشمال فاكهه. والجزء الديكوريشن ده يا جماعه اللي بيسال عليه، ده بيتحط هنا قدام العجل عشان العجل، قصدي القاعده دي، ما يكونش باينه كده يعني، يديها شكل جمال اكتر، تمام. بتحكم في درجه تبريد الفريزر والثلاجه عن طريق الترموستات اللي قدامكم ده، في اضاءه في الكابينه اهي، وقلت ده درجه التبريد السريع. عندي في الرفوف اهي بتاعت باب الكابينه وبتاعت البيض. ضمان العربي اهو، ضمان 10 سنين اهو، ضمان 10 سنين اهو. وهتلاقي السيريال ده موجود، هو ده السيريال ده هتلاقيه موجود في ظهر التلاجه من الظهر، عشان تتاكد ان التلاجه بتاعتك مش ملعوب في الضمان بتاعها او فرز تاني او 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 الحاجات النصب اللي احنا بنسمع عنها. ماشي، التلاجه من بعيد، اللي عايز اشوفها من بعيد اهي. 386 لتر تورنيدو، 16 قدم في السوق، خلصناها. ماشي، نخش على الكبير اللي هي 450 لتر، بينزل منها بشاشه زي السيلفر دي، وبينزل منها من غير الشاشه زي الاسود دي. طيب ايه الفرق بينهم؟ طب انا ناخد واحده واحده، يعني ناخدها واحده واحده. دي تلاجه تورنيدو نو فروست، 450 لتر، 580 اي تي. لما تلاقي الموديل يا جماعه، لو انتوا عايزين تعرفوا التلاجه دي بشاشه ولا لا، او خصوصا في المقاس ده او في التورنيدو عموما، لو لقيته في الموديل حرف الاي ده اللي بعد الرقم، يبقى كده فيها شاشه. لو لقيت حرف الاي مش موجود، يبقى بدون شاشه، تمام. تمام، دي 450 لتر بيتقال عليها في السوق 18 قدم، استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 55 كيلو، دي مش انفرتر. سعرها عامل كام؟ 27,920 اهو الموديل بتاعها، 580 اي دي. اي دي يعني ديجيتال، لما تلاقي حرف الاي قلت يبقى ديجيتال، يعني فيها شاشه. لون السيلفر اس ال، اختصار لسيلفر، تمام. عامله 27,950 وعليها خصم برضه 7% كاش باك، فلوس في جيبك، او 10% من 27,920، بس هتاخد منتجات بقيمه الخصم، ماشي، هديه يعني. الشاشه بتحكم في درجه التبريد سواء للفريزر او للكابينه، بتنقل بينهم اللي انا بالزرار ده، وده الزرار اللي بيعلي درجه الحراره وبوطي، يبقى كده روس اوكي. هاي برايند كولينج سيستم، اللوح الالومنيوم اللي موجود في ظهر الثلاجه، وفيها فلتر اسمه نانو درايزر، الفلتر اللي هو بينقي الثلاجه من الروائح عشان ما تعملش تلج، ما تعملش قصدي ريحه جوه الثلاجه. بصوا الهاي برايند كولينج سيستم اهو،
لوح الالومنيوم ده اللي في الوش اهو مكتوب عليه. لوح الالومنيوم ده يا جماعه بيبرد الاكل اللي موجود في الرفوف بطريقه غير مباشره، بحيث ان هو ما يسلطش التبريد على الاكل فالاكل يبوظ او يتلج، لا هو بيجمده بطريقه غير مباشره. تمام، ده ليه فايده طبعا، وطبعا بيعوض التلاجه بالتبريد لما الكهرباء تقطع او لما حد يفتح الباب ويطلع التبريد اللي كانت مكوناه، ليه كذا وظيفه. فمهم يعني، وهتلاقيه في تلاجات شربي برضو اللوح الالمونيا ده. عشان كده بقول لكم الالمونيا دلوقتي بتبرد اكتر حتى في الديب فريزر الصندوق. في ناس تقول لي ديب فريزر الصندوق اجيب الجسم من جوه الالمونيا ولا من ستانلس؟ قلت لكم قبل كده ده ليه ميزه وعيب، وده ليه ميزه وعيب. بس الالمونيا بتبرد بسرعه وبتفقد التبريد ببطء، على عكس الاستانلس. الاستانلس بيبرد ببطء وبيفقد التبريد بسرعه، فالالمونيا في التبريد افضل بكتير. في التبريد ده درج التبريد السريع، في اضاءه اهي في الوش، ادي رف على التاني، درجون خضار اهو بس منفصلين، ما في يعني كل واحد لوحده اهو، جزء الديكوريشن اللي بتحط قدام هنا. طيب دي بصوا الفريزر بتاعها، شفت الفريزر بتاعها اللي هي بيكون فيها شاشه، الفريزر بتاعها بيكون فيه اضاءه، بيكون فيه اضاءه، وبيكون درج التلج درج كامل زي ما انتم شايفين كده، درجه على بعضه، ممكن اشيله خالص ماشي، خليكم مركزين. يبقى الفريزر هنا فيه شاشه، قصدي الفريزر فيه اضاءه وفيه درج، اللهم صل على النبي، اللي هو بتاع التلج كامل، درج كامل مش قطعه اهو، ده الفريزر. طيب لو بصينا على نفس الحجم بالظبط زيها بس من غير شاشه، اللي هي موديلها 580، اللي هي برده 450 لتر، اللي هي نو فروست، اللي هي تورنيدو، اللي هي استهلاك الشركه كهرباء برده 55 كيلو في الشهر، اللي هي برده فيها فلتر نانو درايزر بتاع الروائح، تمام، بس لون اسود من غير شاشه. بصوا بقى، هنبص عليها كده من جوه وافتح لكم الاثنين. دي عامله كام اللي هي من غير شاشه؟ اللي عامله من غير شاشه لون اسود عامله 26260، سعر الشركه بتاعها 26260، ونزل عليها العرض برده، تمام. بصوا بقى هنا الفريزر، بصوا هنا الفريزر بقى ايه، هنا الفريزر من غير اضاءه، مفيش اضاءه في الفريزر، ودرج التلج جايب لك القطعه اللي هي البسيطه دي. يبقى عرفت الفرق بين اللي بشاشه ومن غير شاشه، عشان واحد يقول لي يعني هي شاشه بس هي اللي بخليها السعر اغلى مثلا، الفرق الكبير ده، لا هي مش شاشه بس، هنا الفريزر اللي في الثلاجه تورنيدو ال 18 اللي بشاشه، الفريزر بتاعي بيكون فيه اضاءه وفيه درج صانع التلج كامل، هنا مفيش في الفريزر اضاءه وفي الجزء بتاع التلج اللي هو العادي البدائي، تمام. لكن الكابينه يعتبر الاثنين واحد، كابينه الاثنين واحد، اهو لوح الالومنيوم اللي في الوش، تمام. خلصت، فهمتوا الفرق؟ يلا بينا نخش على المقاس ال 14 في التورنيدو. يبقى عرفنا اللي بشاشه بكام، اللي بشاشه ب 27920، اللي من غير شاشه ب 26260. قلت اعرف الشاشه ازاي من غير ما افتح الثلاجه او ابص على البطاقه، مش لاقي حرف الاي موجود في الموديل. ربيت الثلاجه توشيبا، الموديل بتاعها 40 اف تي اللون الاسود، اللي هي زي توشيبا، قصدي تورنيدو، هي زيها بالظبط يا جماعه والله العظيم، في الموتور والخامات والتقسيمه من جوه، الفرق بس ايه في اللون والاسم. هوريكم دلوقتي، دي عامله 20780، 20780 اهي اهي يا جماعه، بصوا اهي لون اسود اهي، بصوا كده على الموديل، الساعه 355 لتر، الموديل بتاعها 40 اف تي، في التوشيبا مكتوب 40 بي، 40 بي، الاثنين نفس الحجم ونفس كل حاجه. يعني بصوا، عشان بس مش عارف افتحها، احاول اجيب لكم ايه، هي التوشيبا بالظبط ال 14، هي التوشيبا ال 14 بالظبط، والله العظيم انا شفتها من الظهر، التوشيبا ال 14 نفس الموتور اللي هنا هو اللي هنا، نفس التقسيمه والحجم اللي هنا هو اللي هنا. الفرق بينهم ايه؟ الاسم، دي توشيبا اسمها ودي تورنيدو، واللون، عشان التوشيبا ما بتنزلش لون اسود، فعملوا التورنيدو باسود، بقى نزل لك التورنيدو باسود، بس هي هي. هنا بقى ب 20780 التورنيدو، ب 20780 التوشيبا ب 22100. فاهم شفت الفرق قد ايه؟ يعني الفرق قد ايه؟ قول هنا 800 يبقى كده 200 فرق 2300 جنيه يا جماعه، بين توشيبا العربي 355 لتر وتورنيدو العربي 355 لتر، والله العظيم الاثنين واحد، قسما بالله الاثنين واحد. واللي يقول لك الاثنين غير بعض قول له انت كذاب وما بتفهمش حاجه. الفرق يعني انا شفت الموتور هو جي ام ام سي، هو غاز التبريد ار 134، الفريزن كابستري نفس ال 5.5 للاثنين، التقسيمه والرفوف وحتى الرفوف الازاز اللي جوه ودرج التبريد كل والفلتر كلهم واحد، ما فيش فرق بين توشيبا العربي المقاس ده وتورنيدو العربي المقاس ده اللي هو 355 لتر، بس الفرق الوحيد بقى بينهم ايه؟ اللون والاسم، ده تورنيدو توشيبا بس الاثنين ضمان العربي. والسعر كام بقى فرق بينهم في السعر؟ 2200 جنيه، فانت خليك في التورنيدو عشان ال 2200 جنيه جيب بهم حاجه ثانيه، جيب بهم خلاط، جيب بهم اي حاجه.
فهمنا يا جماعه؟ ما حدش يضحك عليكم، ما حدش يضحك عليكم، الاثنين واحد والله. ولو عايز انت تشيبا اسود يبقى خد التورنيدو، وعضمانتي هي هي التوشيبا بالظبط، ما تقلقش من اي حاجه. ده كل حاجه عندي، اسعار ثلاجات تورنيدو هقول لكم الفيديو الجاي اسعار ثلاجات شاربي بقى، عشان يبقى ايه ختامها مسك، احسن ثلاجه في السوق، رقم واحد في المبيعات في السوق شارب. ماشي، هقول لكم الفيديو الجاي، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.